المره الماضيه بدينا حكينا عن الروث لوكس ميثود. مين يحكي لي ايش الروث لوكس؟ الخط هذا شو بيمثل؟ مسار الاوبن لوب بولز لما يبدو يتحول الى كلوز لوب بولز. البولز هاي لما ببدا بزيد قيمه كي، ايش قيمه كي؟ ايش قيمه كي؟ البروبورشنال جين تبع البروبورشنال كنترولر. لما ببدا بزيد الجين تبع البروبورشنال كنترولر بتحرك البولز من مكانهم، الكلوز لوب بولز بتحركوا مكانهم. المسار اللي بتبعوه هذول البولز اسمه روت لوكس ميثود. وبستخدم الروت لوكس بشغلتين اساسيتين ممكن استخدمه حتى اخذ فكره عن الاستابيليتي للسيستم. مثلا اذا بتتذكروا هاي الثيرد اوردر سيستم، الثيرد اوردر سيستم الاوبن لوب بولز تبعتهم هم الثلاث بولز هذول اللي موجودين هون. لما سكرنا اللوب وحطينا كين، يعني حتى نتذكر حالنا لو عندي ترانسفير فانكشن بالاس دومين اسمها اف اوف اس، وانا حاطط هون بروبورشنال كنترولر اسمها كين، وراح احط عليها هذه الاشاره اللي بتعني عندي هون فاريبل عمالي بغير كي. يعني انا بدي اكد لك او اذكرك انه في تغيير مستمر لكي، والتغيير المستمر لكي ايش عم بيسبب؟ حركه البولز على هذا الخط. وعندي هون طبعا نيجاتيف فيدباك، لو نال بوزيتيف فيدباك بتحركوا بالعكس، بتحركوا بشكل مختلف تماما. فانا هون مفترض عند نيجاتيف فيدباك، ولذلك قيمه كي شو لازم تكون دائما؟ بوزيتيف، عمرها ما بتكون نيجاتيف. هذا في اف او اس له كلوز لوب بولز. الكلوز لوب بولز هي هيها موجوده هون، او لفيرست اوردر سيستم او لسكند اوردر سيستم، او لسكند اوردر سيستم بس ايش في معاه؟ زيرو. رح يبدوا يتحركوا هدول البولز، فالبولز للسيستم كله المغلق تبع النيجاتيف فيدباك على قيمه معينه لكي بيبدوا يتغيروا هدول البولز. المكان اللي بيبدوا منه البولز قديش بكون قيمه كي؟ زيرو. اذا بيبدوا من محل ما بيبدا الخط هذا، بيبدوا هي هذا بيبدا من هون يتحرك، هذا بيبدا من هون يتحرك، هذا بيبدا من هون يتحرك، هدول بفتشوا على 3 انفينيت زيروز. 3 بولز بفتشوا على 3 انفينيت زيروز، لانه فيش عندي فاينايت زيروز. الحاله هاي الوحيده بهون بالرسمات هاي اللي فيها فاينايت زيرو، اذا هون رح ينتهي واحد من البولز على زيرو، والثاني رح ينتهي بالانفينيتي بالماينس انفينيتي. اذا عندي هون لما ببدا بغير ببدا عندي كي بيساوي زيرو، ببدا من النقاط هاي من الاوبن لوب بولز، ولما كي بتصير انفينيتي بنتهي محل ما بنتهي الروت لوكس. لو اخذنا هاي حاله ثانيه مختلفه، هون عندي رح يتحركوا هذول البولز باتجاه بعض وعلى نقطه معينه، ايش سمينا هاي النقطه اللي بترك فيها الروت لوكس؟ بترك فيها الريل اكسس، بريك اواي، بريك اواي بوينت. تمام، بريك اواي بوينت. واحيانا بس مش دائما في بريك ان بوينت. بالحاله هاي رح يكون في عندي بريك ان بوينت، لانه هاي رح يصير تكون عندي دائره هون، رسمها مش مرتب كثير بس هي دائره، فراح يجوا هذول الخطين هون. هي عندي هون بريك اواي بوينت، عندي هون بريك ان بوينت، راح يتحرك هذا بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه هيك هون. هاي عندي بريك ان بوينت، هاي بريك اواي. بعدين احنا قلنا لازم ينتهي على واحد منهم، ينتهي هاي الزيرو، بالتالي راح يروح ل ماينس انفينيتي. اذا عندي هاي رسمه ثانيه كمان او طريقه ثانيه للبيع. اذا احد الطرق احد الفوائد الروت لوكس باخذ فكره عن الاستابيليتي، وبقدر احسب البوينت اللي بصير عندها استابيليتي، وكمان بامكاني اعمل ديزاين للسيستم، بامكاني اعمل ديزاين للترانزنت ريسبونس سبيسيفيكيشن. لانه لو انا عارف الاوفر شوت اللي انا بدي اياه شو بعمل؟ بطلع من الاوفر شوت، بطلع زيتا من الاوفر شوت ام بي بيرسنت، عندي المعادله بطلع منها زيتا المطلوبه، ومن زيتا المطلوبه باخذ ارك كوساين زيتا شو بعطيني؟ بيتا، وبيتا بعدين برسمها هون بالخط. فكل النقاط اللي على هذا الخط لها نفس البيتا، معناها اذا لها نفس البيتا لها نفس الدامبنج، واذا لها نفس الدامبنج لها نفس الاوفرشوت. اذا كل البولز، كل السيستم اللي لهم بولز على هذول الخطين هم سيستمز لهم نفس الاوفرشوت. فانا اذا في عندي اوفرشوت معين مطلوب، بتصير هاي هي الديزايرد لوكيشن، بنسمي هاي ديزايرد يعني اللي بتمنى، ديزايرد لوكيشن للكلوزد لوب بولز. طبعا هاي هذا كومبلكس كونجيجيت بير، ما راح يصير هذا البول لحاله بدون البول اللي موجود هون. واذا عرفت انه هاي النقطه اللي بدي اياها، شو الخطوه اللي بعدها الان؟ انا شو هدفي اوصل؟ لما قلت انا بدي هذا الاوفر شوت، شو الفاليو اللي بدي اطلعه في النهايه؟ قيمه كي.
لانه انا بدي اصمم بروبورشنال كنترولر. البروبورشنال كنترولر قيمه كي اللي موجوده فيه بدها تحقق لي الاوفر شوت المطلوب، بدها تحقق لي الرايز تايم المطلوب والى اخره. بالحاله هاي انا هون بس محدد اوفر شوت، اذا عرفت هذا الاوفر شوت بدي اطلع قيمه كي. كيف بطلع قيمه كي من هون؟ طلع الزاويه دكتور عند البيتا دي مبنيه عند البولز. اي زاويه؟ هاي زاويه هون بيتا اللي فوق هذا كنا نطلع الزاويه بعدين نرسم من هذا. انت بتحكي عمالك عن الليد واللاك كومبنسيتر، انا ما دخلت في الموضوع، انا بس بدي الان اشوف قيمه كي عند نقطه معينه، ايش الشرط اللي بده يتحقق؟ الرولز ايش هو؟ الماجنتيود والام. اذا الماجنتيود كونديشن، شو بقول الماجنتيود كونديشن؟ عندي واحد زائد كي اف او اس بتساوي زيرو، كي اف او اس بتساوي ماينس واحد، اذا كي بتساوي ماينس واحد على اف او اس. مضبوط، ناسين هالهاي. عندي هون هلا اذا باخذ بدي اقيس الاطوال من هون من كل من النقطه هاي لكل البولز، بدي اقيس الاطوال لكل الزيروز، بكون كي عباره عن حاصل ضرب اطوال البولز على حاصل ضرب اطوال الزيروز. انا على كل حال ما راح ادخل بتفصيل كثير، انا بس بدي الهدف من هذا الكورس بس نفهم الفكره العامه تبعت التصميم، لكن راح ننتقل احنا هلا للديجيتال ونطبق نفس الشيء. الفكره العامه اللي موجوده هون انه انا بدي احقق شيء معين، بدي احقق كاركترستيك معينه، ترانزنت ريسبونس معينه على نقطه معينه. النقطه هي حددتها هي عباره عن كل انه اي نقطه موجوده على هذول الخطين بتحقق لي اوفر شوت معين. محل ما هاي تقاطعت في قيمه لكي، مش في قيم كي مختلفه على هذا الخط، مزبوط؟ قيمه كي هون قديش في البدايه لما ببدا؟ زيرو. زيرو، وبعدين وانا ماشي من هون وبعدين بالنهايه بتوصل انفينيتي، وقيمه كي هاي بتهمني لانها هاي نقطه كي بصير السيستم عندها انستيبل، بقدر اطلعها بطريقه ثانيه اللي هي راف. لكن انا بدي قيمه كي هون، قيمه كي هون بتساوي هذا الطول ضرب هذا الطول ضرب هذا الطول، هذا اللي بيساوي قيمه كي. فيش زيروز عندي هون، لو في عندي زيروز بقسمها على طول زيروز. بتذكر انت انا ما دخلت في الليد كومبنسيتر والزوايا، بستخدم بس الماجنتيود كونديشن.